أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، أنتم ستبقون معنا في حلقتنا اليوم، الحلقة الجديدة لتعلم اللغة العربية للسنة الأولى. فأنا ستي حواء، مقدمتكم لهذا البرنامج الممتع. قبل أن ندرس درسنا اليوم، عندي سؤال واحد: بأية لغة تتكلمون مع الأسرة في البيت؟ نعم، باللغة الملايوية، وأنا أعرف أنكم تدرسون اللغة العربية في المدرسة، أليس كذلك؟ بلى. فلماذا ندرس اللغة العربية؟ ندرس اللغة العربية لأن اللغة العربية لغة نبينا، واللغة العربية لغة أهل الجنة، واللغة العربية لغة القرآن. فالآن هيا نغني معا. قد سمعنا قبل قليل أغنية جميلة وعنوانها هيا بالعربية. إذن ما هو موضوع درسنا اليوم؟ طبعا هيا بالعربية. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، استعدوا بقلمكم ودفتركم. قبل أن نواصل درسنا، هيا نتعرف على معيار التعلم المطلوب. أولاً، أنتم تقدرون على الاستماع إلى الكلمات من الأسماء والأفعال وترديدها وتصنيفها اسماً وفعلاً وإظهار الفهم لها. ثانياً، أنتم تستطيعون الاستماع إلى الكلمات المتقاربة أصواتها والتمييز بينها. ثالثاً، أنتم تقدرون على الاستماع إلى التراكيب وترديدها وتصنيفها تركيباً إضافياً ونعتياً. رابعاً، أنتم تستطيعون تكوين التراكيب الإضافية والنعتية. وخامساً، أنتم تقدرون الاستماع إلى الجمل وإظهار الفهم للجمل المسموع. هيا نبدأ درسنا اليوم بالكلمات. استمعوا إلى الكلمات ثم رددوها.
الكلمات من الأسماء. الرئيس، الرئيس. المصور، المصور. الحارس، الحارس. الحكم، الحكم. المشاهدون، المشاهدون. المشاركون، المشاركون. العرض، العرض. الإعلان، الإعلان. الوقت، الوقت. الجرس، الجرس. الجمعية، الجمعية. الشهادة، الشهادة. الساعة، الساعة. النشرة، النشرة. الاستمارة، الاستمارة. اللوحة، اللوحة. الجائزة، الجائزة. المسابقات، المسابقات. اللافتات، اللافتات. مفيد، مفيد. متحمس، متحمس. محترم، محترم. أيها الطلاب والطالبات، الآن ننتقل إلى الأفعال. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. يشجع، يشجع. يتنافس، يتنافس. يصفق، يصفق. يفوز، يفوز. يتكلم، يتكلم. يوزع، يوزع. يتسلم، يتسلم. يشاهد، يشاهد. يشترك، يشترك. انتهينا من نطق الكلمات، والآن هيا نقوم بالنشاطات لنتذكر ما درسناها.
استمعوا إلى الكلمة ثم ضعوا علامة صحيحة بجانب الكلمة الصحيحة. الكلمة الأولى: الجرس. الجرس. أيهما صحيح؟ الأحمر أم الأزرق؟ ماذا؟ مرة أخرى. نعم صحيح، لون أحمر. أحسنتم، إجابتكم صحيحة، ممتازون. طيب هيا نستمع إلى الكلمة الثانية: الحارس. الحارس. أيهما صحيح؟ الأحمر أم الأزرق؟ نعم صحيح، لون أزرق. أحسنتم، إجابتكم صحيحة، ممتازون. طيب هيا نستمع إلى الكلمة الثالثة: المشاركون. المشاركون. أيهما صحيح؟ الأحمر أم الأزرق؟ ماذا؟ مرة أخرى. نعم أحسنتم، لون أحمر. مبارك عليكم. والآن استمعوا إلى الكلمة ثم اختاروا الصورة المناسبة. الكلمة الأولى: الاستمارة. الاستمارة. أيتهما صحيحة؟ الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ الإجابة هي الصورة الأولى. إجابتكم صحيحة؟ الحمد لله، مبارك عليكم. الكلمة الثانية: الجائزة. الجائزة. أيتهما صحيحة؟ الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ طبعاً الصورة الثانية. أحسنتم. طيب الآن استمعوا إلى الكلمات من الأفعال ثم اختاروا الصورة المناسبة. الكلمة الثالثة: يتسلم. يتسلم. أيتهما صحيحة؟ الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ نعم الصورة الثانية. أحسنتم، استمعوا إلى الكلمات ثم صنفوا الاسم والفعل. الإعلان. محترم. يشاهد. يفوز. يصفق. اللافتات. ضعوا الإجابة في هذا الجدول. كيف إجابتكم يا أبناء الطلبة؟ هيا نناقش الإجابة معا. الاسم. الإعلان.
محترم. اللافتات. أما الفعل يشاهد، يصفق، يفوز. إجابتكم كلها صحيحة، أحسنتم، أنتم ممتازون. الحمد لله، قد درسنا قبل قليل عن الأسماء والأفعال، والآن إن شاء الله سنواصل درسنا عن التراكيب. التراكيب يتكون من اسمين، هيا نلاحظ معا، وأرجو أن ترددوا التراكيب بعد كلامي. التركيب الأول، الأعضاء زائد الجمعية، فالتركيب هو أعضاء الجمعية. التركيب الثاني، الرئيس زائد الجلسة، فالتركيب هو رئيس الجلسة. التركيب الثالث، الحارس زائد الوقت، فالتركيب هو حارس الوقت. التركيب الرابع، المسابقة زائد الخطابة، فالتركيب هو مسابقة الخطابة. هيا نردد التراكيب التي درسناها. أعضاء الجمعية، رئيس الجلسة، حارس الوقت، مسابقة الخطابة. فهذه التراكيب كلها تراكيب إضافية. هل أنتم معي؟ الحمد لله. نأتي الآن إلى النوع الثاني من التركيب. هيا ننطق معا. التركيب الأول، المشاهدون زائد المتحمسون، فالتركيب هو المشاهدون المتحمسون. التركيب الثاني، الكلام زائد الجماعي، فالتركيب هو الكلام الجماعي. التركيب الثالث، الجائزة زائد القيمة، فالتركيب هو الجائزة القيمة. التركيب الرابع، النشرة
زائد المفيدة، فالتركيب هو النشرة المفيدة. هيا نردد التراكيب التي درسناها. المشاهدون المتحمسون، الكلام الجماعي، الجائزة القيمة، النشرة المفيدة. فهذه التراكيب كلها تراكيب نعتية. أرجو أن تفهموا نوع التراكيب تركيبا إضافيا وتركيبا نعتيا. والآن حاولوا إجابة الأسئلة التالية. السؤال الأول، انظروا إلى الصورتين ثم انطقوا تركيبا مناسبا. ما هي الإجابة؟ نعم، الرئيس زائد الجلسة، فالتركيب هو رئيس الجلسة. وكيف بهاتين الصورتين؟ الجائزة زائد القيمة، فالتركيب هو الجائزة القيمة. السؤال الثاني، استمعوا جيدا ثم صنفوا التراكيب إلى تركيب إضافي أو تركيب نعتي. النشرة المفيدة، أعضاء الجمعية، الكلام الجماعي، حارس الوقت. ضعوا الإجابة في هذا الجدول. كيف إجابتكم يا أبناء الطلبة؟ هيا نناقش الإجابة معا. التركيب الإضافي، أعضاء الجمعية، حارس الوقت. والتركيب النعتي، النشرة المفيدة، الكلام الجماعي. الحمد لله، أحسنتم، قد انتهينا من التراكيب. هل تفهمونها جيدا؟ أرجو أن تفهموا فهما سليما. ننتقل إلى الجمل الآن. ما زلتم معي إن شاء الله. استمعوا إلى الجمل ثم رددوها.
الجملة الأولى: المصور الماهر يصور العرض. الجملة الثانية: المشارك النشيط يشترك المسابقة. الجملة الثالثة: الجرس أمام حارس الوقت. الجملة الرابعة: المشاهدون المتحمسون يشجعون المشاركين. والآن وصلنا إلى النشاط للجمل. انظروا إلى الصور، استمعوا إلى الجمل، ثم املأوا الفراغات بالإجابة الصحيحة باستخدام الكلمات الآتية: هيا نناقش الإجابة. أولاً: المصور الماهر يصور العرض. الإجابة هي المصور. المصور. ثانياً: المشارك النشيط يشترك في المسابقة. الإجابة هي يشترك. يشترك. ثالثاً: المشاهدون المتحمسون يشجعون المشاركين. الإجابة هي المشاهدون. المشاهدون. إجابتكم صحيحة؟ مبارك عليكم. أرجو أن تكونوا فاهمين لدرسنا اليوم فهما دقيقا. يا طلبة الأعزاء، حاولوا أن تمارسوا كلام اللغة العربية وتقرأوا القرآن وتفهموه كل يوم. هيا نفتخر باللغة العربية، إنها لغة أهل الجنة ولغة القرآن ولغة نبينا. هيا بالعربية. وبهذا انتهت دراستنا اليوم، نكتفي بهذا القدر. لا تنسوا موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.